الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن خلق من أخص خصائص أهل الإيمان، عن خلق أصبح أندر من الجوهر في زماننا، عن خلق يفهم معناه كثير من الناس فهما مغلوطا حتى يتنصل بعضهم منه، ألا وهو الاعتراف بالفضل والجميل لأهل الفضل. واسمحوا لي أن أضع بين يدي خطبتي قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح أن هذه الآية نزلت في سياق حديث عن المطلقات وعن أحكام الطلاق، وماذا يجب على المطلق وماذا يجب على المطلقة. ثم قال الله عز وجل في نهاية آيات الطلاق: قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي إن المرأة ينبغي عليها ألا تنسى أن هناك ساعة طيبة كانت بينها وبين هذا الرجل الذي طلقها، وانتهت العلاقة الشرعية بينهما في الدنيا، وينبغي على الرجل الذي طلق تلك المرأة ألا ينسى أن هناك ساعة طيبة كانت بينه وبين هذه المرأة التي كانت زوجة له في يوم من الأيام. فقال ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن العبرة بعموم اللفظ كما يقول علماء التفسير لا بخصوص السبب، يعني سبب النزول حديث عن طلاق، لكن الأصل العموم باللفظ. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، بين الآباء والأبناء، بين الإخوان والأخوات، بين الزملاء فيما بينهم، بين العمال فيما بينهم، بين أصحاب الحرف فيما بينهم، بين الجيران فيما بينهم. إذن كلمة ولا تنسوا الفضل بينكم تنسحب على جميع شرائح المجتمع. وهناك فهم خاطئ عندما تقول لأحد الناس: فلان له فضل عليك. أقول لك: أعوذ بالله، ليس لأحد فضل علي، الفضل فقط لله، هذا ليس له فضل. وتأخذه العزة بالإثم، وينحى منحا فيه شيء كثير من الجحود. أيها الإخوة الأكارم، ذاك الذي يقول ليس لأحد فضل علي، إذا أردنا أن نحسن الظن به نقول قد قالها جهلا، باعتبار أنه يعتقد أن الفضل لله من حيث المعنى المطلق صحيح، الفضل المطلق الأول والأخير، إذ الفضل منك وإليك لله عز وجل. لكن سؤال: من كان سببا في وجودك؟ من الذي احتضنك ورعاك؟ أبوك وأمك. أبوك الذي احتضنك، الذي أنفق عليك، أمك التي احتضنتك ورعتك وألقمتك صدرها وثديها، وكانت تخشى عليك رقة النسيم وطنين الذباب، وعندما أبصرتك بجانبها نسيت آلامها وعلقت فيك آمالها.
هل تقف بعد هذا كله وتقول لها ليس لك فضل، الفضل لله، باعتباره يعني ما شاء الله كان يتحدث عن مبدأ عقدي إيماني، هذا كفر بالفضل وكفر بالنعمة؟ أبدا. من لطيف ما قرأت في هذا باعتبارنا نتحدث عن هذا المعنى المغلوط، قال بعض العلماء هناك أب أنجبك، وهناك أب زوجك ابنته، وهناك أب دلك على الله، فهؤلاء الآباء أليس لهم فضل عليك؟ بلى. المعنى المطلق للفضل لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، لكن علة وجودنا في هذه الدنيا ما هي أيها الإخوة الأكارم؟ العمل الصالح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم ملمحا رائعا لا يلتفت إليه كثير من الناس، قال تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت، إنسان عاش 60 70 80، اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا مع الصحة والعافية والقبول وصحبة الصالحين يا رب العالمين، قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا ارجعون؟ لم يقل حتى أتمم بناء الفيلا مثلا، لم يقل حتى أتمم المشروع الفلاني، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لذلك يقول علماء التفسير علة وجود الإنسان بعد الإيمان بالله العمل الصالح، يعني إيمان من غير عمل لا قيمة له، عمل صالح. قال حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالعمل الصالح أيها الإخوة الأكارم ينبغي علينا أن نحفظه من خلال حفظ الفضل والجميل والاعتراف لأهل الفضل. ذاك الذي أعارك كتابا مثلا ولم ترجع الكتاب إليه أنت أسأت إلى العمل الصالح. ذاك الذي أكرمك، الطبيب الذي مثلا يجري عملية جراحية قد تستغرق ساعات طويلة، ألا يستحق منك كلمة مثلا شكرا جزاك الله خيرا؟ حتى أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث كثير من الناس يردده دون أن يفهم مقاصده، قال من أسدى إليكم معروفا، ما قال إذا أسدى إليك جارك المسلم، إذا أسدى إليك قريبك صديقك، أي إنسان مسلما كان أو غير مسلم، عربيا غير عربي، معروفا، ومعروفا نكرة، أي معروف ولو كان صغيرا ولو كان كبيرا، لو كانت كلمة، لو قال لك هناك موقف خال أدخل سيارتك به، دخلت إلى مثلا إلى مكان تبحث عن موقف لسيارتك فأشار إليك عامل بسيط يريد الأجر من الله، يريد الندى منك بقطع النظر ماذا يريد، فأشار إليك قال هنا هنا تعال ودلك. هذا قد يبدو الأمر بسيطا. قال صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا قال فانشروه، قل إن هذا الرجل له فضل علي، هذا الرجل كان سببا في أنني أتممت دراستي الجامعية، هذا الرجل كان سببا في أنني أتيت إلى المسجد وحفظت القرآن الكريم، هذا الرجل كان سببا مثلا في نجاحي في علاقتي مع زوجتي، هذا الرجل، هذا الإنسان، هذه المرأة، إلى آخره، أن تعترف لأهل الفضل. لذلك قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، إلا أهل الفضل، فقال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان سيد الأوفياء وسيد الذين يعترفون بالفضل لأهل الفضل، مع كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونه حبيب الله، لم يقل أنا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد فينبغي عليهم أن يخدموني وأنوى، لا، صلى الله على سيدنا محمد كان جالسا مع زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فدخلت امرأة سوداء عجوز فقام لها صلى الله عليه وسلم وهش وبش لها وأعطاها رداءه وأجلسها على بردته وأخذ يلاطفها ويحدثها حتى انقضت هي من حديثها، فلما قفلت لما ذهبت رجعت سيدة عائشة قالت يا رسول الله هذه امرأة
كبيرة في السن وكذا، لما أجلستها ولما ألنت لها الكلام يعني؟ قال يا عائشة، لاحظوا إخواني، السيدة عائشة من؟ زوجه رضي الله عنها وعن جميع أصحاب رسول الله وزوجات رسول الله. قال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمن خديجة، إن حسن العهد من الإيمان، يعني هي صديقة من؟ صديقة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والسيدة خديجة أصلا لما تزوجت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بعد وفاة السيدة خديجة بثلاث سنوات لم ترى السيدة خديجة أصلا، فتقول السيدة عائشة ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة رضي الله عنهن جميعا. الشاهد أين؟ أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعترف بالفضل لامرأة في برزخها، في برزخها، ما قال لا هذه بطولتي، هذا نجاحي، أنا رجل عصامي، أنا كذا. هناك ناس يكذبون ويصدقون الكذب ويتألى على الله، لذلك الله عز وجل يرسل إليه جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. اللهم صل عليه، لما دخل مكة فاتحا، يعني نضال وكفاح، وكانت هناك حروب على مدى سنين، لما دخل مكة فاتحا احتار أين ينصب خيمة النصر، كل يريد، بعضهم قال في المسجد الحرام، بعضهم قال عند المكان الفلاني، ثم قال صلى الله عليه وسلم اضربوا لي خيمة عند قبر خديجة صلى الله على سيدنا محمد، كان إماما في الوفاء والاعتراف بالفضل لأهل الفضل، لذلك يعلق علماء السيرة على هذا الفعل. قال صلى الله عليه وسلم لما كانت شريكته وحليفته وظهيره في المعركة وفي مكابدة الحياة، أراد أن يقول لهم ينبغي أن تكون شريكتي في النصر التي كانت سببا فيه رضي الله عنها وعن كل امرأة تعرف وتقدر الوفاء. أين الوفاء بين الأزواج أيها الإخوة؟ أين الاعتراف بالفضل؟ أين الاعتراف؟ كلنا معظمكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما تحدث عن بعض النساء قال يكفرن العشير، العشير يعني الزوج، فلو أحسن الواحد إلى المرأة سنوات طويلة فرأت منه أمرا قالت له ما رأيت منك خيرا قط، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل هناك رجال لا يرعوي ولا يذكر فضل هذه المرأة. أتعلمون أن قرآنا نزل في، يعني يتلى إلى يوم القيامة من أجل أن رجلا جحد امرأة، جحد فضلها، نسي الفضل، لم يعترف بفضلها. امرأة جاءت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسمى خولة بنت ثعلبة، يا رسول الله إن زوجي نثرت له بطني، يعني أتت له بالأولاد، وأفنيت له شبابي، فلما كبرت سني ظاهر مني، يعني قال لها أنت علي حرام كظهر أمي، وهذا الأمر كان موجودا في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا قد حرمت عليه، فنزل قرآن ينصر تلك المرأة التي ظلمها زوجها والتي كان جاحدا في فضلها، فقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم إلى آخر الآيات، ثم ذكر الله عز وجل حكم الظهار. الشاهد أين أيها الإخوة الأكارم؟ الشاهد ينبغي على الإنسان أن لا ينسى الفضل أبدا أبدا، لذلك أول الفضل فضل الله عليك، أعظم الفضل أن تعترف بفضل الله عليك أن أكرمك بنعمة الوجود، أعظم نعمة نعمة الوجود، ثم نعمة الإيمان. بعض الصحابة كان يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فضل الله عليك، فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زملاؤك أصدقاؤك، إياك أن تتكبر، إياك أن تقول لا
البطل هو الذي يكون سببا حتى يشيع الخير وفعل الخير بين الناس. بعض الناس عقله هكذا يقول أنا فعلت كثيرا وكثيرا، كنت أريد منه أن يقول كلمة جزاك الله خيرا شكرا، هكذا بعض الناس. وسيدنا محمد جاء في الحديث جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، النفس البشرية تحب من يشجعها على فعل الخير. لذلك مفهوم المعكوس قال تعالى ويمنعون الماعون، كيف تمنع الماعون؟ المعونة أن تكون سببا في قطع الخير عن الناس. بعض الناس يقول لك تعمل خير ترقى شرا، هذا خطأ. أنت اعمل الخير من أجل الخير ولا تقل أرميه في البحر، لا يرمى شيء في البحر. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أحدثكم، يعني شيء يفوق الخيال في اعترافه بالفضل، وهو رسول الله. عندما رأى سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لقد أعطاني ماله وزوجني ابنته ونصرني إذ خذلني الناس، وما دعوت أحدا إلا كان له كبوة إلا أبا بكر رضي الله عن سيدنا أبي بكر. الأنصار وجدوا في نفسهم شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما وزع بعض الغنائم، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إن أصحابي يعني الأنصار وجدوا في نفسهم عليك شيئا، المهم جمعهم رسول الله في حديث طويل حتى لا أطيل عليكم لأنني دائما إن شاء الله أردت أن لا أزيد على 20 دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم يعني لو ذهب الناس بالأموال وبالغنائم وذهبتم أنتم برسول الله فأخذوا يبكون، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن أين؟ في المدينة، مع أن مكة وما أدراك ما مكة كانت مولده وكانت مكان الرسالة وكانت أول مكان نزل فيه الوحي ووقف يخاطبها، ومع ذلك اختار أن يدفن في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام وفاء لهؤلاء الذين نصروه. لذلك بشكل سريع أيها الإخوة الأكارم درسنا اليوم، واجبنا اليوم، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى لو كان عاملا صغيرا، حتى لو كان تلميذا في المدرسة. أيها الإخوة الأكارم كنت أعرف أكابر أحد أكابر علماء دمشق رحمه الله تعالى وقد عمر 100 عام، كان يقول يا بني فلان إله فضل علي. أنا أتعجب وأنا طفل صغير، يعني هذه كلمة من رجل عالم نحرير، هذا إله فضل علي، هذا كذا يقولها وهو ممتن، يعني قلبه ممتن. بعض الناس فعلا لا 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 أنا بذكائي بكذا، هذا الله عز وجل لن يكون التوفيق حليفه ما دام يعتقد أنه بجهده. لذلك الموفق دائما ينسب الفضل لله عز وجل ابتداء، ثم لا ينسى الذين أجر الله عز وجل على يديهم الفضل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية، وسأتوسع كثيرا في مسألة الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم واسألوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، وعرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا نعمك بزوالها، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد العالمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. يا رب نسألك العافية، يا رب نسألك دوام العافية، يا رب نسألك الشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رض عنا والدينا، اللهم رض عنا آباءنا، ورض عنا أمهاتنا، واجعلنا من السعداء البررة، واجعل أبناءنا وبناتنا من السعداء البررة، وأبعد عنهم رفاق السوء برحمتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.